وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية. معانا النهاردة طفلة مريم حسين عندها 5 سنين من بني سويف، مولودة بوحمة عملاقة في كل جسمها بيشوهها وبيخليها عاجزة عن ممارسة حياتها، ده غير إن المرض ممكن يتحول لورم خبيث. تعالوا نشوف معاناة مريم إيه. اتولدت بصبغة زيادة في الجلد. هي الصبغة الزيادة دي المفروض عبارة عن هي أورام حميدة، فالمفروض ان هي بتشال جراحة لان احنا خايفين انها تقلب والعياذ بالله أورام سرطانية. رحت لدكاترة كتير في مصر وكله قال ملهاش علاج هنا، على اساس انها الوحمة واخدة 1/3 الجسم او 3/4 الجسم. هي المفروض انها بتتسمى الوحمة العملاقة، بعدين كمان مؤثرة على نفسيتها ونفسيتنا. يعني هي المفروض كانت تخش مريم حضانة سن 5 سنين، لكن ما عرفتش أقدم لها لأن خايفة طبعا أن حد من زمايلها هيشوفها. بقيت عيلة الهم أنها تخش الحمام إزاي أو لحسن تقع. أغلب الأحيان لما بدأت تكبر وتعرف بقت تقول، بقت تقول يا ماما هو أنت عندك زيه؟ قلت لها أيوه كان عندي وشلت. طبعا لما بتكلمني كده أو بتحكي معايا كده ساعات بنهار قدامها بالعياط، والعلاج طبعا قالوا لي لازم تسافر، ان الدكاتره طبعا قالوا لنا ان التكلفه من 300,000 ل 400,000، واحنا طبعا ما نقدرش ان احنا نعمل حاجه زي كده. يعني يا رب عافيها وشفيها وما توريه لحد يعني، وبتمنى من ربنا يا رب يا رب يكون مثلا ان انا جيت هنا البرنامج يكون بفايده باذن الله ان شاء الله. زي ما شفنا مريم محتاجة تعمل عملية زرع جلد في ألمانيا بتكلفة 400,000 جنيه قبل ما يتحول المرض إلى ورم خبيث. قولكم معاه. وصلنا لفقرة الشكاوى والمصورة، وعندنا مشكلات كتير في قرى وأحياء.